وعودة مرة أخرى إلى الجهود المتواصلة لدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري في مصر. معنا للمزيد من المتابعة من معبر رفح البري مراسل النيل حمادة العربي. حمادة، بعد التحية، يعني تكثف مصر من جهودها لمحاولة تواصل واستمرار دخول المساعدات إلى قطاع غزة لتخفيف المعاناة عن أهالي القطاع في ظل الأوضاع الإنسانية المتردية، فماذا لديك من جديد؟ بالفعل محمد، مجهودات مصرية كبيرة للغاية لإدخال أكبر كم من المساعدات. بالأمس دخل ما يزيد عن 140 شاحنة محملة بمختلف المواد الإغاثية، سواء كانت هذه المواد مواد غذائية أو أدوية ومستلزمات طبية، إضافة أيضا إلى المواد المعيشية، الخيام، البطاطين وما شابه ذلك. يمكن صباح هذا اليوم دخلت دفعة أخرى من هذه المساعدات تزيد عن 50 شاحنة من بوابات معبر رفح، وتنتظر مئات الشاحنات في هذه الجزئية الأمامية لمعبر رفح الذي يمكن يحتل عدد كبير من المساعدات، سواء من صندوق تحيا مصر أو من التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، إضافة أيضا إلى المساعدات الدولية التي ينظمها الهلال الأحمر المصري والتي تسلمها من عبر مطار العريش الدولي من عدد كبير من الدول والمؤسسات التي تساهم بشكل كبير في إغاثة أهلنا في قطاع غزة. يضاف أيضا إلى ذلك استمرار التواجد المكثف لسيارات الإسعاف التي تنتظر الدخول إلى معبر رفح، وهذه السيارات استطاعت بالأمس استلام ما يقرب من 16 مصابا من المصابين الذين خرجوا من معبر رفح وجاءوا عبر سيارات الإسعاف الفلسطينية إلى هنا إلى أرضية المعبر، ومن ثم توجهوا إلى مستشفيات العريش والشيخ زويد وبئر العبد. يمكن هذه المجهودات تستمر، وهناك تواصل وضغوطات مصرية لإدخال أكبر كم من هذه المساعدات، وإضافة نقطة تفتيشية أخرى عبر معبر كرم أبو سالم في الجانب الآخر لتسهيل عملية دخول المساعدات. يمكن معبر كرم أبو سالم في قبل الحرب كان هو المنفذ لدخول المساعدات عبر تجهيز هذه الإمكانيات الموجودة داخل المعبر، وكان يستقبل يوميا ما يزيد عن 500 شاحنة، هو أفضل من معبر العوجة بكثير في مسألة تفتيش الشاحنات والكشف عليها بأجهزة الإكس راي أو الأجهزة الإشعاعية لمعرفة محتوياتها دون الحاجة لتنزيل حمولة تلك الشاحنات. لذلك نتحدث عن 140 شاحنة بالأمس، اليوم دخل ما يزيد عن 50 شاحنة، ويتوالى دخول المساعدات يعني إنقاذا لأهالينا في قطاع غزة بشكل كبير. حمادة، أيضا ذكرت أن عدد كبير من سيارات الإسعاف مصطفى بالفعل لنقل المواطنين المصابين إلى المستشفيات المصرية، فماذا عن الإجراءات المقدمة من الجانب المصري لتسهيل دخول المواطنين سواء المصابين أو حاملي أو مزدوجي الجنسية لدخولهم إلى الأراضي المصرية؟ بالفعل محمد، هناك تسهيل في هذه الإجراءات بشكل كبير، ففور التنسيق ما بين الهلال الأحمر الفلسطيني ونظيره المصري وإخطار وزارة الصحة المصرية تتحرك فورا تلك سيارات الإسعاف، هذه التابعة لهيئة الإسعاف المصرية، وتدخل إلى بوابات المعبر وبها مجموعة كبيرة من الأطباء والممرضين الذين يتولون استلام الحالات المصابة التي تأتي تلك الحالات معها تقارير طبية، يتم الكشف المبدئي عليها داخل معبر رفح ومن ثم تحويلها إلى المستشفيات، سواء كانت هذه المستشفيات العريش أو بئر العبد أو الشيخ زويد أو مستشفيات أخرى، وقد سجلنا حالات تم نقلها إلى مستشفيات في بورسعيد وفي الإسماعيلية، إضافة أيضا إلى مستشفيات في العاصمة المصرية القاهرة وتلقي العلاج بشكل كامل. مزدوجي الجنسية أيضا هناك تسهيل في الإجراءات، ففور التنسيق مع السلطات الخاصة بمعبر رفح ومن ثم القنصليات والدول الأجنبية يتم السماح لهم بالعبور بعد تسجيل أسمائهم وبياناتهم بالكامل. وبالأمس رصدنا خروج ما يقرب من 300 مواطن من مزدوجي الجنسية، وزادت أعداد الذين خرجوا على مدار الشهرين الماضيين ووصلت أو ما يزيد عن 8000 من المواطنين مزدوجي الجنسية. نعم.
أشكرك في النهاية، شكرا جزيلا مراسل النيل حمادة العربي، كنت معنا على الهواء مباشرة من معبر رفح. شكرا.